هنقول في البداية أني لم أكن أتحرى الدقة فيما أكتب حتى مطلع التسعينيات، أو لأقول لم أكن أتحراها بقدر ما شرحت في تحريها مطلع التسعينيات، بعد أن علمت أن عارف النايض يقرأ كل ما أكتب، وهذا شرف لم أحظى به من أي من زملائي ممكن حتى يومنا هذا. أفضال هذا الرجل علي كثيرة، وآمل أن يغدق عليكم من فضله بعضا منه، وأنا يعني أتوقع أن هذه الجلسة حتكون فاتحة عديد جلسات نناقش فيها ما أسماه عارف بالاستفهام الفلسفي. حتى لما قلت له السؤال الفلسفي قال لي لا، الاستفهام الفلسفي، ممكن حيشرح الفرق. حنعطيه الكلمة الآن، حيحكي لمدة ساعة تقريبا ثم نفتح النقاش بعد ذلك. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعدتم صباحا. أتشرف بالمشاركة في هذه الجلسة العلمية، جلسة النقاش عن الاستفهام الفلسفي، وأشكر الأستاذ دكتور نجيب الحصادي أستاذي وشيخي على دعوته للمساهمة، وأشكر الجامعة الدولية على استضافة هذه الجلسة وتوفير هذا الفضاء وهذه المساحة لهذا النقاش الفلسفي إن شاء الله. أشكركم جميعا على الحضور، خاصة الزميلات عضوات هيئة التدريس في جامعة بنغازي، والسيدات والسادة الباحثين في مجال الفلسفة وخاصة التفكير الناقد. موضوعنا اليوم هو الاستفهام الفلسفي، والاستفهام على وزن استفعال وطلب الفهم. وطلب الفهم حددناه بطلب الفهم الفلسفي، لأن في طلب فهم يعني من أنواع أخرى. فما هو الاستفهام الفلسفي؟ وما علاقة الاستفهام الفلسفي بالتفكير الناقد؟ وما علاقة الاستفهام الفلسفي بفلسفة العلوم والإبستمولوجيا وغير ذلك؟ ولندخل في موضوع الاستفهام الفلسفي نبدأ بمقدمات إن شاء الله. هناك من قسم البحث الفلسفي بصفة عامة إلى ثلاثة أقسام، وأعتقد أن هذا التقسيم استحدث في القرن الثامن عشر من قبل بومغارتن، الذي قسم البحث الفلسفي إلى ثلاثة مساحات أو مساحات. المساحة الأولى هي الأونتولوجيا أو علم الوجود، المساحة الثانية هي الإبستمولوجيا أو علم العلم أو نظرية المعرفة، والمساحة الثالثة هي علم القيم أو نظرية القيم، ما يسمى بالأكسيولوجيا. أونتولوجيا باليوناني توون الوجود، لوغوس بتاع توون يعني علم الوجود. إبستمولوجيا الإبستيمة باليوناني هي المعرفة اليقينية، وتقابلها الدوكسا التي هي مجرد الظن، فهي اللوغوس اللي يعتني بالإبستيمة. والمساحة الثالثة للأكسيولوجي الأكسيوس اللي هو القيم أو القيمة، فعلم القيم أو علم القيمة. هذا التقسيم مهم جدا، ولكن هذا التقسيم أيضا خداع، لأن مبحث الوجود مرتبط ارتباط كبير بمبحث العلم، ومبحث الوجود ومبحث العلم يرتبطان ارتباط وثيق أيضا بمبحث القيم. صعب جدا أن نفصل بين الوجود والعلم والقيم، ولكن هو تقسيم مفيد في تصنيف المعارف الفلسفية وتصنيف البحوث الفلسفية. لنبدأ بالوجود،
ثم ننتقل للعلم، ثم ننتقل للقيم، ثم ننتقل لموضوع الفهم والاستفهام والاستفهام الفلسفي. أرسطوليس كان أول من اعتنى بمبحث الوجود اعتناء علمي مقنن، واستطاع أن يضع الأسس الرئيسية للميتافيزيقا أو علم الوجود. وقد يبدو الأمر غريب، يعني كيف استطاع هذا الرجل أن يصنع الميتافيزيقا؟ نعم كان له أستاذ جليل أفلاطون، وكان لأفلاطون أستاذ جليل سقراط، وكان لسقراط أساتذة، يعني من خليط من ممن يسمون باسمه، يعني البري سقراطيكس، ما قبل سقراط، يعني لم يكن الفكر اليوناني ينبثق من فراغ، كان هناك فكر في اليونان نفسها وفي أناضوليا وفي بلاد فارس وفي مصر وفي بلاد يعني العراق القديم. ولكن يبقى القول، أرسطوليس استطاع أن يعني ينتقل بالفلسفة نقلة نوعية حقيقة، ولذلك يسمى في الأدبيات القديمة المعلم الأول. طبعا إحنا عندنا في الإسلام المعلم الأول هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يعني جرت العادة عند الفلاسفة حتى عند ابن سينا والفارابي والكندي أن يسموا أرسطوليس المعلم الأول. أحد أسباب تسمية أرسطوليس المعلم الأول لأنه هو أول من بحث في الوجود بحوث عجيبة غريبة، يعني لا أعرف مدى اطلاعكم على كتابات أرسطوليس مثل الميتافيزيقا، خاصة كتاب بيتا وكتاب زيتا ومقسمة حسب الألفباء اليونانية. بدل من أن نعقد الأمور نأخذ هذا الشيء ونسأل، هذا موجود وهذا موجود وهذا موجود وهذا موجود، وكأن هناك قاسم مشترك بين الموجودات. ما هو هذا القاسم المشترك؟ هو الوجود. ما هو الوجود؟ هذا السؤال الرئيسي في الأنطولوجيا. ولكن أرسطوليس لم يسأل فقط سؤال عام عن الوجود، سأل أيضا كم سؤال يمكن أن أسأل عن الوجود. يعني هذا الشيء أستطيع أن أسأل، هل هو، يعني هل هو موجود؟ هذا السؤال، هل هو؟ طيب هو موجود، ما هو؟ ما هو؟ هذا السؤال يختلف عن هل هو. أين هو؟ سؤال المكان. متى هو؟ سؤال الزمان. من أي شيء هو؟ سؤال الأصل الأرخي، من أين يأتي؟ من صنع هذا الشيء؟ سؤال الصانع. وهكذا الأسئلة تتعدد. لاحظوا هنا أن من أول مبحث في الفلسفة لما تحدثنا عن الوجود دخلنا في الأسئلة، السؤال كما ذكر الدكتور نجيب، وهذا السؤال ينبثق من استفهام، من طلب فهم. طلب الفهم قد يكون غير معبر عنه، يعني ممكن يخطر في البال ما هو، لكن لا أقول ما هو، عندما لا أقول ما هو ولكن في ضميري أسأل ما هو، هذا استفهام، طلب للفهم. عندما أعبر عنه يصبح سؤال. فأرسطوليس حاول أن يستطلع أنواع الأسئلة التي يمكن أن تسأل عن الوجود، وأن يستكنه من خلال معرفة هذه الأسئلة، مجموعة الأسئلة، عن أنواع الاستفهام المستبطن في الإنسان، يعني بكم نوع من الشغف أستطيع أن أتوجه إلى الوجود، بكم نوع من العطش العقلي أستطيع أن أتوجه إلى الوجود. هذه الأمور الداخلية هي استفهامات، وهي في جملتها ما يسميه بالدهشة أو wonder، ولذلك يقال all philosophy begins in wonder، يعني كل الفلسفة تنبثق من هذه الدهشة الأصلية. هذه الدهشة ليست مجرد شعور عام، ولكنها عبارة عن طلبات للفهم. هذه الطلبات تختلف في نوعياتها. عندما ننظر ونحلل في التعبير اللغوي عن هذه الطلبات
نحلل أنواع الأسئلة التي يمكن أن تسأل عن الوجود يصبح عندنا علم يصنف أنواع الأسئلة عن الوجود اللي هي تنبثق عنها ما يسمى بالمقولات العشرة عند أرسطوطليس. المقولات العشرة هي من أهم الاكتشافات الفلسفية حقيقة في تاريخ البشرية، وحتى الآن لم تخرج البشرية عن المقولات العشرة لأرسطوطليس. إيمانويل كانت حاول أن يسأل هل المقولات العشرة يعني هي فقط عشرة أو صادف أنها عشرة، هل يمكن أن تكون هناك مقولات أكثر أو أقل، وحاول أن يعني يرجع المقولات إلى مقولات الزمان والمكان space time بالنسبة لكانت، وكأنها تستوعب كل ما هو معقول. فمسألة المقولات، وهناك أدبيات ضخمة جدا في شرح كتاب المقولات لأرسطوطليس، يعني ابن سينا له شروح على المقولات، الفارابي له شروح على المقولات، كل من اعتنى بالفلسفة اعتنى بهذه المقولات واعتنى بها بعد أن تطورت. يعني كتاب المقولات لأرسطوطليس عمل على توسيعه وعلى تقنينه أكثر في العصر الهيلينستي فورفوريوس صاحب كتاب إيساغوجي. إيساغوجي باليوناني تعني المقدمات، وهو كان كتاب يفترض أن يكون مقدمات لمجموعة الكتب المنطقية لأرسطوطليس التي تسمى بأورغانون، يعني هي الإيساغوجي للأورغانون، مقدمات لعلم الآلة يسمى. الأورغانون تعني الآلة، اللي هي منها organization ومنها organism ومنها organ في الطب، الـ 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 الآلة organon تعني الآلة. فعندما نأخذ كتاب المقولات لأرسطوطليس ونأخذ كتاب إيساغوجي لفارفوريوس، جل ما كتب على مدى قرون طويلة، يعني نحكو من تقريبا 400 قبل ميلاد المسيح عليه السلام إلى تقريبا إيمانويل كانت، هذه المنظومة يعني لم يحصل عليها تغيير كبير حقيقة، وإنما شروح وتوضيحات وإشكالات وجدل على هذه المسائل. لماذا؟ لأن هذه المجموعة من الكتابات تعتني بالأسئلة الأصلية، والأسئلة الأصلية تنبثق من استفهامات أصلية لدى الإنسان. أم متى تحصل هذه الأسئلة وهذه الاستفهامات؟ تحصل عندما يقابل الإنسان الموجودات، عندما يقابل الموجودات، يعني أصل الحياة، أصل العمل الفلسفي أصلا هو إنسان عادة يكون في مجتمع، وكثير من الفلاسفة ينسى المجتمع. مثلا عند ريني ديكارت يعتقد أنه إيغو متفرد، ليس هناك مجتمع، ولكن إنسان في مجتمع، بينما عند أرسطوطليس المفكر دائما موجود في مجتمع. فإنسان يفكر يقابل الوجود فيسأل عن هذا الوجود، هل هو، ما هو، أين هو، متى هو، من، إلى أين هو، وين ماشي الوجود، ما هي المقاصد، التيلوس التي يحكي عنها أرسطوطليس، ما هو المقصد الأسنى كما يقول الغزالي من هذه الموجودات. هذه الأسئلة هي يعني الأسئلة الأساسية في علم الوجود، هذا الأنطولوجي. تمام؟ طيب، لما هذا الإنسان يقابل الموجودات ويسأل أسئلة منبثقة من استفهامات فلسفية، هذا الفعل ينتج عنا علم. هذا الذي حصل عندي عندما قابلت الموجودات في ذهني في عقلي، ما هو هذا الذي حصل؟ هنا تبدأ الإبستيمولوجيا، هل أنا متأكد من هذا الذي أراه؟ تنبثق الأسئلة عن الشك والظن وكل ما يستتبع ذلك، كما عند سيكستوس إمبيريكوس مثلا في العصر الهيلينستي، هل هذا الذي أعرفه حقا مطابق لما هو في الخارج؟ هل معنى أن يكون العلم يقيني هو التطابق مع الخارج، نظرية التطابق في الحقيقة أو في معرفة في نظريات الحقيقة اللي يسموها الكوريسبوندنس ثيري، أم هل أن هذه المعارف هي منظومات فكرية في ذهني يجب أن تكون متناسقة؟ هل التناسق بين هذه المعارف
هو معيار العلم كما في كتاب الأستاذ نجيب عنده كتاب اسمه معيار العلم. هذا التناسق هل هو اليقين أو الحقيقة، ما يسمى بالكوهيرنس ثيوري أوف تروث؟ هل هذه المعارف هي حقة أو يقينية عندما أستطيع أن أستخدمها في الخارج لأصنع هذا أو لأفعل هذا، ما يسمى بالبراغماتيك ثيوري أوف تروث؟ هذه الخيارات كلها تدور في إيش؟ في ما هو في الذهن في مقابلة الوجود. بس لاحظوا أن ما هو في الذهن في مقابلة الوجود لم يحصل إلا من خلال الأسئلة عن الوجود. يعني الاستفهام هذا الذي ذكرناه هو الذي أعطانا تقسيم للوجود والموجودات ومراتب الوجود ومراتب الموجودات. ثم عندما ننظر للعارف لهذا المعروف، هذا العالم لهذا المعلوم، عندما ننظر في هذا العلم الذي في الإنسان الذي هو في مقابل الوجود، تنبثق كل مسائل نظرية المعرفة. تمام؟ ثم نبدأ في السؤال، هذا الموجود الذي أعرفه جميل، خير، صادق، صحيح، لاحظوا كل هذه الأسئلة أسئلة معيارية، أسئلة تسأل عن القيمة. الجميل هو ما فيه قيمة الجمال عالية، الحق هو ما فيه قيمة الحقيقة عالية، الخير هو ما فيه قيمة الخيرية عالية، وهكذا. النافع هو ما فيه قيمة النفعية عالية. عندما أسأل عن القيم، تنبثق عن هذه الأسئلة التي هي في الأصل استفهامات، تنبثق عندنا نظرية الأخلاق أو نظرية الأفضل نسميها القيم. لأن مثلا علم الاستاتيكس أو الجمال يعتبر علم قيم ولكن ليس أخلاقيا. فعلم القيم أشمل من الأخلاق والجمال، فعلم الجماليات أو الاستاتيكس وعلم الأخلاقيات اللي هو الأثيكس تندرج تحت الأكسيولوجي أو علم القيم. وهذا ما فعله نيكولاي هارتمان، كتب كتاب اسمه أثيكس في بداية القرن العشرين، أعتقد 1924 وهكذا. في هذا الكتاب حاول أن يصنف جميع أنواع القيم، أن يعطي تصنيف أو ما يسمى تايبولوجي عن أنواع القيم. فلاحظوا أن لا مفر من الأسئلة ولا مفر من الاستفهام الفلسفي، فهي إما استفهامات وجودية عما هو في الخارج، أو استفهامات عن ما هو في الذهن في مقابل هذا الخارج، أو استفهامات عن قيم ما هو في الذهن في مقابلة هذا الخارج. وكأن الفعل الفلسفي بكامله هو ما هو إلا مجموعة أو حزمة من الاستفهامات الأساسية للإنسان، إما استفهامات عن الوجود أو عن العلم أو عن الأخلاق. إذن الاستفهام الفلسفي والسؤال الفلسفي الذي هو تعبير عن الاستفهام الفلسفي من أهم المهمات، بل يمكن أن نستطيع أن نقول أن الفلسفة برمتها ما هي إلا مجموعة من هذه الاستفهامات. لنسأل الآن السؤال، ماذا فعلت الفلسفة بهذه الأسئلة؟ هل حاولت أن تنظم هذه الأسئلة بطريقة معينة بحيث يكون هناك علم للسؤال أو لمنطق السؤال والجواب؟ الإجابة نعم، ولكن على مراحل. وهنا نتحول لتاريخ منطق السؤال والجواب، اللي هو the history of the logic of questions and answers. قلنا أن أرسطوليس في كتاب المقولات صنف هذه الأسئلة، إذن هنا عندنا بوادر لهذا العلم. ولكن العجيب أن أرسطوليس عندما كتب كتب المنطق
أهمل السؤال والجواب. ليش؟ لأن السؤال والجواب أصعب. المنطق الأرسطوليسي يعتمد على ما يسمى في المنطق propositional logic اللي هو المنطق القذر. ليش؟ لاحظوا في المنطق نقول الجملة بحيث تكون في المقدمات في 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 المنطق يجب أن تكون إما صادقة أو كاذبة، تمام؟ مثلا كل إنسان فان، أرسطوليس إنسان، إذن أرسطوليس فان، تمام؟ الأولى قضية إما أن تكون صادقة أو كاذبة، الثانية قضية تكون صادقة أو كاذبة، يعني هو منطق قضايا. السؤال ليس قضية. عندما أقول كم عمرك، هذا مش قضية، لا أستطيع هل هي صادقة أو كاذبة، لا لا لا، هذه الجملة لا يمكن السؤال عنها هل هي صادقة أم كاذبة، لذلك تستثنى من المنطق إنشاء، لأنها إنشاء، تمام؟ آسف، لأنها إنشاء. فكما يقول علماء البلاغة مثلا السكاكي والقزويني يقولوا أن القول عند العرب ينقسم إلى خبر وإنشاء. الخبر يمكن أن تسأل عنه صادق أو كاذب، والإنشاء لا يمكن أن تسأل عنه. لو نقول افتح الباب ما نقدرش نقول أن هذه جملة صادقة أو كاذبة لأنها أمر. لو نقول كم طول المبنى، هذا سؤال، يعني مش قضية نستطيع أن نسأل هي صادقة أم كاذبة. فالمناطق منذ القدم، منذ أرسطوليس، يعني يميل إلى إهمال الإنشاء ويركز على إيش؟ على الخبر. معظم المنطق يعتني بالخبر أو الأخبار. هل أهمل أرسطوليس الإنشاء بالكامل؟ لا، كتب فيه كتاب يسمى بويسيس اللي هو الإنشاء، يعني الإنشاء باليوناني الصنع أو الإنشاء. لكن في البويسيس تحدث عن الشعر، تحدث عن الأدب، تحدث عن الأشياء التي لا يشملها منطق الصدق والكذب اللي هو منطق القضايا. أيضا عنده في كتاب الطبيقة أو التوبكس يتحدث عن التفاعلات الإنسانية فيما يخص اللغة، وهذا ما يسمى الآن بعدين تطور وأصبح براغماتيكس يسمى في اللغويات الحديثة. فلا نستطيع أن نقول أرسطوليس يعني أهمل كل هذه الأمور الأخرى، لكن في المنطق الذي يدرس كمنطق الإنشاء يكاد يكون مهمل. لكن أحيانا في بعض الأحيان نجد بعض المفكرين القدامى يهتموا بهذه المسألة وتحيرهم مسألة الاستفهام، خاصة السؤال. وهناك أمثلة في التراث الإسلامي، مثل ابن حزم الأندلسي رحمة الله عليه في رسائله المنطقية يتحدث عن الأسئلة، وعنده كتابات في أنواع الأسئلة وعلاقة الأسئلة بالوجود وبالمعرفة. أيضا ابن سبعين الصوفي الأندلسي في كتاب بد العارف تقريبا ثلث الكتاب عن الأسئلة. فهناك استثناءات، لكن معظم الفلاسفة في العصور المزدهرة للإسلام ومعظم حتى الميديفل فيلوسوفرز اللي هم مثلا زي دون سكوتس والله، مثلا زي كواينس والله، مثلا ألبرتوس ماغنوس، كل المناطق الغرب في العصور الوسطى أيضا لم يهتموا بالسؤال والجواب، لكن كانت في كتب تعتني بالمناظرة عند المسلمين تسمى آداب البحث والمناظرة. هذه الكتب اعتنت بالأسئلة والأجوبة، فهناك منطق للسؤال والجواب في كتابات آداب البحث والمناظرة. أيضا هناك كتب فيما يسمى الجدل، يعني كتاب الجدل مثلا للإمام الجويني، للقاضي الباجي الأندلسي، هناك كتب في الجدل. هذه الكتب لها ما يقابلها عند الغرب في آداب البحث والمناظرة. عندنا في الفلسفة السكولاستيك فيلوسوفرز اللي هي فلسفة العصور الوسطى تسمى ديسبيوتاتيو اللي هي الديسبيوتيشن، كيف تناقش. أيضا كتب الجدل اللي عندنا تقابلها عندهم الديالكتيك. الديالكتيك تحدث عنه بعض فلاسفة العصور الهيلينستية، وبعدين طور في بعض كتابات العصور الوسطى. بعدين طبعا يعني أشهر من تحدث عن الجدل هو هيجل في الفلسفة الغربية. فريدريك هيجل جعل منطق الجدل
أهم من منطق القضايا، وهذا كان نقلة نوعية مهمة. لكن يبقى القول أن منطق السؤال والجواب يعني يعتبر مهمل مقارنة بما خصص لمنطق القضايا أو المنطق القضوي كما ذكر الأستاذ نجيب. إلى متى؟ إلى أن جاء آر جي كولينغود، هذا فيلسوف إنجليزي مهم جدا، كان في أكسفورد في الثلاثينيات من القرن العشرين، وكتب كتاب صغير اسمه الأوتوبيوغرافي أو السيرة الذاتية، يقول فيه بأن منطق القضايا لا يعني شيء إذا لم يكون هناك منطق أسئلة ينبني عليه منطق القضايا، لأنه قال أن كل قضية تطرح يجب أن نسأل عنها قبل أن نقول صادقة أم كاذبة، ما هو السؤال التي هذه القضية هي عبارة عن إجابة عنه. يعني أن مثلا لو قلت أربعة، هل هي صادقة أم كاذبة هذا الرقم؟ أربعة إجابة صحيحة للسؤال 2 زائد 2 ما, 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 ما هو 2 زائد 2 تقول لي أربعة هذا صحيح، لكن لو نقول ما هو 3 زائد 2 تقول لي أربعة هذا خطأ. فيقول أن تحديد أن القضية صادقة أم كاذبة يجب أن لا يحصل قبل أن تعرف السؤال الذي تحاول هذه القضية أن تجيب عليه. ولذلك يقول أن منطق السؤال مستبطن في منطق القضايا، ولكنه وكأنه مدسوس تحت يعني تحت البلاط أو تحت الفرش، لأن لا القضايا لا تعني شيء دون أن نعرف الأسئلة التي تحاول هذه القضايا الإجابة عنها. أيضا انتبه لشيء مهم جدا، وهو أن الأسئلة لها هيكليات وتراتبيات معينة. يعني مثلا لو قلت لإسلام هل توقفت عن الجريمة؟ نعم أم لا؟ وعندما يقول الإجابة نقول صادقة أم كاذبة، يبدو الأمر سهل نعم أم لا، لكن لاحظ أن في السؤال هل توقفت عن الجريمة إجحاف، لأنه لو قال توقفت معناها كان مجرم، لو قال لم توقف معناها كان ولا يزال مجرم، فأنا ورطت في شيء هو لا يعترف به. لماذا؟ لأن كان يجب قبل أن أطرح هذا السؤال أن أسأل السؤال السابق، هل كنت مجرما؟ لو أجاب بنعم في حينها فقط أستطيع أن أسأل هل توقفت عن الجريمة. يعني السؤال كما يقول كولينغود does not arise، لا 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 يمكن أن ينبثق أو أن يعني كيف تقولها الرايز أن يثار إلا بعد أن تكون قد أجبت على سؤال مسبق. وكأن الأسئلة لها فرضيات presuppositions، يعني فرضيات مسبقة، مثل ما في الرياضيات في axioms، تبدأ بالaxioms ثم بالاستدلال، يعني تستدل على ما يترتب على الaxioms. فهناك فرضيات، هذه الفرضيات جديرة بالدراسة، وهي عبارة عن تراتبات أو منظومات من الأسئلة والأجوبة. فلا يمكن التحدث عن القضايا إلا بدراسة السؤال والجواب. ولكن كولينغود مات قبل أن يعني يستكمل معالم هذا المنطق. محاولات لتنظيم منطق السؤال والجواب في القرن العشرين، أهم محاولة وأنجح محاولة هي للفيلسوف الفنلندي هنتيكا، عنده أكثر من يعني أعتقد ممكن 20 أو 30 كتاب، اللي هو أقل من كتب الدكتور نجيب الحصادي. لكن هنتيكا يعني اشتغل على منطق السؤال والجواب، وحاول حتى عنده كتاب اسمه واتف، يحاول أن يعيد كتابة منطق أرسطوليس السيلوجيستيك لوجيك على طريقة السؤال والجواب، اخترع شيء اسمه الأوركل اللي هو يسأله وبعدين يجاوبه وكذا. فأيضا هناك مدرسة أخرى اعتنت بهذا الإشكال، إشكال السؤال أو الاستفهام، اللي هو الخط البراغماتيك، المدرسة البراغماتية الأمريكية اللي أسس لها تشارلز ساندرز بيرس وويليام جيمس، وبعدين طورها جون دوي في شيكاغو في جامعة شيكاغو، لأن دوي قال أن المنطق يجب أن يكون theory of inquiry، عبارة عن نظرية تساؤل، نظرية بحث،
لا تكون عبارة عن فقط منظومات قضايا وترتيبات قضوية، ولكن يجب أن تكون فيها بحث، فيها إنكوري، يعني فيها شغف بالبحث، والمنطق هو عبارة عن تقنين لطرق البحث. فكتب Logic of Inquiry، منطق البحث. وهناك مدرسة تتبع دوي، طبعا تعرض لانتقادات كثيرة في زمانه، ولكن الآن مع دخول الذكاء الاصطناعي والاي اي والسيرش انجنز اللي هنا زي الجوجل وزي التشات جي بي تي، اللانجوج مودلز، كلام دوي عن الانكوري طلع له كثير من الوجاه. الآن في حاجة اسمها برومبت انجينيرينج، اللي هي كيف تسأل منظومة الذكاء الاصطناعي، ما هي طرق طرح الأسئلة على منظومة الذكاء الاصطناعي. هذه أقرب للثيري اوف انكوري عند جون دوي. فجون دوي أيضا هذا خط آخر غير خط هنتيكا. خط هنتيكا تحليلي، يعني لأنه يأتي من مدرسة الاناليتيك سكول أو البوزيتيفيزم، يعني مدرسة فيينا. فالاستفهام الفلسفي على مستوى الوجود، على مستوى العلم، على مستوى القيم، يمكن تنظيمه في منطق. هذا المنطق لازال تحت العمل، يعني لازال تحت الإنجاز، يحتاج إلى المزيد من الـ من الـ من العمل. قبل أن أنهي هذه الافتتاحية إن شاء الله للنقاش، أتحدث عن خط آخر يختلف عن الخط الأول، اللي هو خط هنتيكا، هذا الخط الأناليتيك، والخط البراغماتي اللي هو مدرسة شيكاغو، ونتحدث عن الهرمنيوطيقة اللي هو الخط يعتبر كونتيننتال أو أوروبي أكثر. الهرمنيوطيقة هي علم طلب الفهم. الفهم بالألماني يسمى فيرشتيهن. عند الألمان الهرمنيوطيقة تركز على طلب هذا الفهم، هذا الأندرستاندينج كما يقول الإنجليز، كيف نطلب هذا الفهم. والهرمنيوطيقة لها عدة مدارس. المدرسة الأساسية التي حاولت أن تنتج منهجية في طلب الفهم، يعني منطق للاستفهام خاصة فيما يخص النصوص، لأن المنطقة تعتني بالنصوص أكثر من الموجودات الأخرى، هي مدرسة فريدريك شلايرماخر، فيلهيم دلتاي، وآخرهم كان إميليو بيتي الإيطالي. وبعدين دخلت عليها مدرسة أخرى اللي هي مدرسة هانس جورج غادامر وهايدغر. المدرسة الوجودية خربت كل الشغل الأول اللي كان على منهجية الاستفهام، وأصبحوا يتحدثوا عن أشياء أخرى أقرب للأنتولوجيا، منها إلى نظرية الاستفهام. هذه أيضا مدرسة ثالثة. هذه المسارات الثلاثة مهمة جدا. الآن ما علاقة كل هذا بالفكر الناقد؟ الفكر الناقد عادة يلامس هذه المسائل فقط في بعض الأغاليط التي تدرس، مثلا أغلوطة، عليكم السلام، أغلوطة ما يسمى بالكومبلكس كويشن، السؤال المشحون. هذا السؤال الذي سألته لإسلام كان سؤال مشحون. هنا كريتيكال ثينكينج نجد بعض الكتابات عنها. أيضا الكريتيكال ثينكينج أو الفكر الناقد يعتني بمسألة البريجيدس أو الحكم المسبق، التعميمات، كل هذه لها علاقة لو يعني عندما تمعن النظر فيها تجد أنها لها علاقة بأخطاء في السؤال وأخطاء في الاستفهام أصلا. فيمكن كتابة كتب الفكر الناقد يعني استحضار المزيد من التفكير عن السؤال وطريقة السؤال، بل قد يعني من الممكن إعادة كتابة الفكر الناقد بالكامل كمنطق للسؤال والجواب. Speech Act Theory طبعا اللي هو أهم مفكر فيه هو جون أوستن، عنده كتاب اسمه How to do things with words، كيف تدير حاجات بالدوة، تمام. وطبعا هو يعني لاحظ ملحظ أن أساتذة الفلسفة في بريطانيا في زمانه كانوا معظمهم في المدرسة التحليلية، Analytic Philosophers، والمدرسة التحليلية تميل إلى ما يسمى بالVerification Theory of Truth. إني أنا بش إن كيف تسميها يا دكتور أنت، ترجمت الدنيا كده، التحقق، التحقق،
نظرية التحقق، إن في حاجة اسمها scientific fact، حقائق علمية، وأنا عندي نظرية تحكي عن هذه الحقيقة. لو فيه درت تجربة أثبتت تحققت من هذا الأمر إن هذا متطابق مع هذا، معناه هذه حقيقة علمية. نظرية يعني طبعا فيها تبسيط. هي مدرسة فيينا لموريس شليك ومجموعته، وكانت هذه المدرسة المتداولة في بريطانيا في زمن أوستن، وكتب في الستينات. فأوستن اعترض، قال نحن نتحدث عن اللغة وكأن اللغة وصف لما هو موجود، حقيقة أن اللغة ممكن أن تصنع ما سيكون. يعني بمعنى بالمعنى العربي، إن قال إن كل الفلسفة التحليلية تتحدث عن الخبر بينما يجب أن نتحدث عن الإنشاء. وجاب أمثلة، مثلا لما يقول أسمي هذه الباخرة الملكة إليزابيث، هذه جملة تحدث حقيقة أن هذه الباخرة تصبح اسمها الملكة إليزابيث. إن هناك مقولات هي تفعل في العالم وتغير في العالم، تنشئ حقائق جديدة. فأحاول أن يصنف أنواع الأفاعيل اللغوية، فدار تايبولوجي أحاول أن يدرس الفعل اللغوي في مراحل المختلفة، في انطلاقة وفي مسارة وفي تلقيه، ما يسميه بالأبتيك. بعدها جاء واحد اسمه ستراوسن بناء على شغل أوستن، وبعدها جو طلعوا مجموعة جرايس وزملاء آخرين له، وصنعوا فيلد كامل يعتني بهذا الموضوع اسمه البراغماتكس في اللينغويستكس، في اللغويات. لكن أوستن في الإنشاء مهتمش واجد بالاستفهام. في البراغماتكس في بعض الجزئيات، خاصة في الكونفرزيشن أناليسيس، لما أنت جيت تحلل التداول اللغوي، عندهم بعض الدراسات في موضوع السؤال والجواب، بس مش واجد، ولذلك أنا أهملت. نفتح الآن باب النقاش مفتوح، يعني تعليق استفسار عن محتوى المحاضرة أو حتى أي شيء آخر يخطر ببالك، الأمر مفتوح. 29 و 39، هذا اللي نعرف عمر مدرسة فيينا، اللي بعده أعتقد تسمى مدرسة التحليل اللغوي. نعم. لكن مع 39 كانت أغلب أعمال فيينا انتهت فيه. كولينغود يقول لا شيء يموت في التاريخ، وصحيح كلامك. يعني هي طبعا تصنيفات، هذه كلها تصنيفات اصطناعية يعني، لكن لا شك بأن مثلا مدرسة رايل وخاصة مدرسة اي جي اير وبرتراند راسل ما هي إلا امتداد لمدرسة فيينا حقيقة، وحتى مدرسة فيينا ما هي امتداد إلا مدرسة فرانس برينتانو، وحتى مدرسة فرانس برينتانو ما هي إلا امتداد لمدرسة دون سكوتس، وحتى مدرسة دون سكوتس ما هي امتداد إلا لأبيلارد، وحتى مدرسة وهكذا. يعني التاريخ لا ينقطع، يعني وكأنك تجيب توصف يعني جزء من نهر وتقول هذا جزء حسب انت والماشي. انت لو تدور نقاط الانقطاع هتلقى، لو تدور بس الاتصال هتلقى. هو لا اتصال بلا انفصال ولا انفصال بلا اتصال، يعني المسألة بس فيها نوع من يعني في فلسفة التاريخ في نوع من الكونفنشن، يعني لما نصنف نقوله هذه عصور وسطى ولا هذه عصور يعني حديثة يعني بالضبط، يعني هي عبارة عن محاولات للتصنيف بحيث يستوعب الإنسان وينظم. يعني بس يعني المدرسة التحليلية اللي قومها أوستن هو جزء منها حقيقة، بس قومها نوعا ما، هي امتداد لمدرسة فيينا. يعني الاتيتيود هذا بتاع التحليل هو يبدأ غادي، بس كلامك صحيح، يعني طبعا انتهت المدرسة كمدرسة. بما أن ما شاء الله كلهم طلاب في البحث الفلسفي، فأعتقد أنا محتاج هم ولا يعني أن شن هي الأفاق الجديدة اللي مفروض نديروها في الاستفهام الجديد، كاستفهام ننطلقه من خلاله في كتابة بحوث مميزة زي ما أشرت حضرتك للذكاء الصناعي وعلاقته بالفلسفة. كيف يعني المفروض اليوم الباحث يتوجه إلى هالمجال هو؟ شنو الاستفهام اللي ينطلق سؤال مكتوب؟ هو طبعا
الدكتور نجيب أعلم مني ويستطيع يعني يعطيهم هم كأستاذهم يعطيهم يعني إرشادات أفضل. لكن اللي بنقوله أن الآن طبعا المنطق تفرع إلى فروع عديدة يعني وأنواع، يعني أصبح من الصعب جدا على أي إنسان أن يستوعب كل هذه الفروع. لكن أعتقد مثلا هذا موضوع البرومبت إنجينيرينج اللي طالع الآن، اللي هو هندسة التحفيز للمنظومات الذكاء الاصطناعي، في غاية الأهمية، تحتاج إلى دراسة. مثلا مثلا كتابات هنتيكا، العناية بكتاباتها ومحاولة التوسيع فيها، أيضا الربط بين كتابات هنتيكا مثلا وكتابات ابن حزم والله ابن سبعين والله حتى الإمام الغزالي في بعض مثلا في معيار العلم ومحك النظر يحكي على بعض المسائل في الأسئلة والأجوبة، يعني الربط بين القديم والحديث، هذه كلها بحوث يعني ممكن أن، بس أعتقد أنهم كلهم الحمد لله مختارين مواضيعهم ويشتغلوا متقدمين جدا في البحث يعني. بس طبعا الآن لو تشوف في جوجل سكولر مثلا دير أي بحث على أي موضوع تلقى يعني آلاف مؤلف، أصبح من الصعب جدا الإنسان يستوعب. بس أيضا آليات وميكانيزمات التلخيص أصبحت متاحة، الترجمة أصبحت متاحة، كل شيء يعني الآن أصبح أوتوماتيك، حتى الأشياء اللي كان الإنسان ما يقدرش يقرأها يقدر يقرأها بالألماني باليوناني بالروسي، تقدر تترجم وتقرأ نعم. بس بحر العلم يعني هذا. دكتورة تفضل. لا أنا لفت نظري وخذت ملاحظات واجدة بكل أشياء حقيقة لم أكن ألاحظها، لكن محاضرة حضرتك اليوم فتحت يعني أسئلة واستفهامات كثيرة، منها الفرق ما بين الاستفهام والسؤال، ولماذا هو استفهام وليس سؤال. الاستفهام حالة ويجعلنا نحاول أن نفهم ونختبر، وبالتالي في طريقة عرض السؤال يكون لها أثر كبير على النتيجة المفروض في النهاية. فأنا لما أقول ما هو، غير أن نقول هل هو كوب، فأنا وكأني قررت هل هو كوب وليس أو ليس كوب، ولا هل هو كوب أو فنجان إلى آخر. فهذا بالنسبة لنا نحن القانونيين المفروض نركز عليه واجد. فكر نحن نعتمد كثيرا على الفيلسوف في أنه هو عرف لنا ما هو هذا، وبعدين نبدأ نشتغل من بعد. قيمة مهمة زي قيمة الحرية مثلا مهمة جدا بالنسبة لي أنا كقانوني، نعرفها ونبني عليها مبادئ كثيرة في كل فروع القانون، المسؤولية القانونية، المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية وسلطان الإرادة والإيجاب والقبول. هذه كلها تعتمد على تعريف الفيلسوف لقيمة الحرية ذات نفسها. فأنا نسأل نفسي وين المفروض أني أنا نبدأ من بعد الفيلسوف، وأي الفيلسوف، وكيف سأل الفيلسوف السؤال عن الحرية أصلاً، بشان أنا أقدر بعد ذلك نبني عليه. لما نجي نشوف أنا الآن نحن وين وصلنا وين تشريعاتنا وإلى أي درجة هي محتاجة لتطوير وكم القصور اللي فيها، فأنا أعتقد أن بالتأكيد نحن واضحة لنا العلاقة ما بين الفيلسوف أو الفلسفة والقانون، ولكن أنا من وين نبدأ وكيف نطرح سؤالي، هذا موضوع مهم للغاية. والسؤال عن الوجود، يعني نحن وكأن ممكن نكون مخطئة يعني في عرض حضرتك للسؤال عن الوجود في الإسلام، كأن حاجة كانت مفيش شغل كبير عليها. لا كيف فهمت أنا؟ لا يعني نعرف أن القرآن نفسه كلها أسئلة عن الوجود، كانت كلها في صيغة سؤال، ألا فلا ينظرون إلى الإبل، ألم يجدك يتيما ألا تأكلون، كلها أسئلة كانت في الوجود. فأعتقد أن نحن المفروض أن نحن نبدأ دائما من هنا السؤال في الوجود ذات نفسه، باش نقدر نشتغل فيه. فما لا نعتمد على السؤال الإشكالي والسؤال المقارن والسؤال على طول، صح؟ يعني من بارك الله فيك. والسؤال الأخير هو ليش استفهام وليس سؤال. تمام.
ثلاث محاور. نبدأ بالمحور الأول، قانون. في نوعين من القانونيين، في القانوني اللي يقرأ القوانين ويبحث في كيفية تطبيق هذه القوانين، يبحث في كيفية الإشارة إلى هذه القوانين في دفاعها، في لو محامي أو في اتهامه للمتهم لو هو وكيل نيابة. هذا نوع من القانونية نقدر نقوله قانوني يومي أو يتعامل تنفيذي. وفي نوع من القانونيين اللي هم يسموهم في الغرب جورست. الجورست اللي هو من اللاتيني يوريس اللي هو القانون أو التشريع. الجورست هذوما مقامهم أعلى من مقام القانونيين العاديين. هذوما يسألوا في أسئلة أعمق، فيسأل عن الإرادة القانونية زي ما تفضلتي حضرتك، يسأل عن النية، يسأل عن الإجاب والقبول، يسأل عن أساسيات التعاقد، شو معنى العقد أصلا، يسأل عن الشرعية، مصادر الشرعية، الحرية، مصادر الحرية، أيضا حدود الحرية. هذه الأسئلة أسئلة هي فلسفية، هي لكن قانونية بالمعنى الأعمق اللي هو juridical questions. في فرع من الفلسفة يسمى فلسفة القانون، philosophy of law. وفيه عدة مدارس، في يعني المدرسة الأنجلوساكسونية اللي هي امتداد للمدرسة التحليلية اللي ذكرها الأستاذ، هذه عبارة عن analytic philosophy of law. أهم شخص فيها أعتقد الآن، ما لا أدري إن كان على قيد الحياة، اسمه جوزيف راس في أكسفورد مثلا، هذا من الشخصيات اللي في الأناليتيك سكول، هذا مثال عليه. وفي مثال، وفي مدرسة في فلسفة القانون براغماتية اللي هي زي دووركن اللي هو في عنده كتاب في فلسفة القانون أو في تفسير القانون أو في The Interpretation of Law. وفيه مدارس مهملة جدا يعني قليل من يتحدث عنها، اللي هي المدارس اللي تعتمد على الرومان لو، على القانون الروماني واللاتينية، وتعتمد على فلسفة القانون الإيطالية ونوعا ما الألمانية، لأن في فترة من الفترات ألمانيا حتى الإمبراطوريات الألمانية زي الأسترو هنغاريان إمباير وكذا استخدموا الرومان لو، وأيضا إيطاليا في جامعة ميلانو في سابينسا في روما لهم عناية بهذه المسائل. هذه مدرسة جان باتيستا فيكو، وهذه مدرسة مهمة جدا لأنها كلاسيكية جاية من جهة من الفلسفة اليونانية وأرسطوطليس والمنطق وكذا، ولكن وأيضا الكتابات الأخلاقية والسياسية لأرسطوطليس، ما معنى المدينة، ما معنى الكونستيتيوشن أو الدستور، وأيضا فكر روماني لاتيني خاصة كتابات سيسرو، كتابات مثل ماركوس أوريليوس، سينيكا، الفترة الهلينستية والرومانية. الجرمانيك لو طبعا في فترة النهضة الألمانية حاولوا يستأنسوا بالكتابات الكلاسيكية. هذه مدرسة أخرى غير الأناليتيك وغير البراغماتيك. في العالم العربي يعني احترامي لأساتذة القانون وكذا، في العالم العربي يمكن بعض الاستثناءات زي السنهوري رحمة الله عليه، يعني زي مثلا كتابات المفكرين اللي كتبوا المجلة العثمانية مثلا، درجة التعمق في المسائل الفلسفية التأسيسية للقانون قليلة يعني. والدول لما تبي تنهض زي مثلا في ليبيا تبي تبني دولة، يفترض ان احنا يعني يكون عندنا نقاش اعمق من اللي صاير الان، اعمق من فقط المسائل التكنيكال اللي في القانون. يعني احنا الشرعية منين جاية، شنو اساس العقد الاجتماعي، شو معناه العقد الاجتماعي، هل هو عقد بين افراد ولا بين جماعات، هل هو عقد بين أفراد أو قبائل أو أسر، هل هو عقد بين مدن، هل هي كونفدرالية ما بين مدن وكل مدينة يعني. ففي أسئلة تحتاج إلى شغل من حضراتكم وحضرتك والأستاذة الدكتورة جازي، يعني من الناس اللي ننتظر منكم الكثير في هذه المسألة يعني. فللأسف الشديد لابد من التفلسف يعني، وصح ان قد تبدو الفلسفه احيانا انها زي الترف يعني احيانا،
أن هذه أسئلة يعني كبيرة ولا يمكن الإجابة عنها وكذا، لكن في اعتقادي ما لم يتم محاولة الإجابة عنها وتداولها في على الأقل في النخبة الفكرية في بلد ما، صعب جدا أن الإنسان يبني حقيقة دولة. يعني ما نقدرش نبني دولة بالكتم بيست غير ناخده من قص ولصقك ونديره أشياء يعني. فواحدة من أسباب عدم وصولنا للدستور في ليبيا أنا في اعتقادي أن إحنا درنا لجنة دستور منتخبة وبعدين نبو لجنة الدستور المنتخبة تعطينا مخرج نقدموه لبرلمان منتخب. عليش هالدبل هذه؟ مدام دير لجنة فنية ويستفتى عليها ثلاثة، يعني أنت ثلاث مرات تمشي للإرادة العامة، تقدر دير لجنة فنية من الناس اللي يعني متخصصة في هذا الشأن وبعدين تستفتي عليه أو تمر على البرلمان بعدها تستفتي عليه. لكن بصراحة يعني أحيانا ما هذه واحدة من الأشياء، إنما سألنا السؤال ما مصدر الشرعية أصلا، كيف نوصل لدستور شرعي أصلا، كيف نقدر نوصل لعقد اجتماعي في ليبيا أصلا. فهذه الأسئلة هي فلسفية قانونية، ولكن اللي بنقوله لحضرتك إن تراثنا مليء بالدراسات العميقة في هذا الشأن. يعني هذه المسائل العميقة مش بس الفلاسفة الغربيين اللي اشتغلوا عليها، يعني هذه المسائل في أصول الفقه من أهم المهمات وموجود فيها مباحث كبيرة جدا يعني عند الأصوليين، عند الباجي بالذات، يعني خاصة أن نحكي على المالكية مثلا، عند الباجي، عند ابن القصار، عند مثلا القاضي عبد الوهاب، هذا بالنسبة للمالكية. وعند الأحناف شغل كبير عليها خاصة، أو الأحناف ميزتهم استمروا يشتغلوا حتى القرن التاسع عشر يعني لغاية المجلة العثمانية، هم يشتغلوا على هذه المسائل أصولية، هذه تسمى في أصول الفقه. فحتى أصول الفقه عندما يقدم في هذه المسائل يعني. الشيء الآخر هذا بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني سألتني عن سؤال الوجود، هل المسلمين قصروا في سؤال الوجود؟ لا بالعكس، يعني سؤال الوجود سؤال محير مش فقط للفلاسفة. احنا في التراث ممكن ينقسم، وهذه تقسيمات طبعا اصطناعية، في الخط متاع الفلاسفة اللي هو يبدأ بالكندي وابن هندو وابن سينا، الفارابي وابن سينا، هذا خط الفلاسفة واشتغلوا على الوجود واجد، والواجب الوجود والممكن الوجود وما هو الإمكان وأنواع الإمكان ومراتب الوجود اشتغلوا عليه، وهذا يعني الشغل فيه مستمر. بعدين هذا الخط خش حتى على اختلط بالتصوف، وفي بلاد فارس خش على مثلا ملا صدرة وفي الأسفار الأربعة والقاضي الهمذاني، عين القضاة الهمذاني، عين القضاة لما اشتغل على هذه المسائل. هذا خط. في خط آخر اللي سأل سؤال الوجود اللي هو الصوفية طبعا، لي كمدرسة نقدر نقول المدرسة البغدادية لغاية ابن عربي طبعا، ابن سبعين، الششتري، هذا كلهم اشتغلوا على مسألة الوجود، النفري، الحيرة أمام الوجود مثلا، اللي كتبها مثلا أحمد الرفاعي رحمة الله عليه في البرهان المؤيد عن الحيرة، واللي كتبها مثلا النفري في كتاب المواقف عن الحيرة، يحكي عن الحيرة أمام هذا الوجود، يرقى إلى يعني من أجمل ما كتب في الحيرة والظن واليقين وأنواع اليقين وعين اليقين وحق اليقين. هذه المسائل مهمة يعني فكتبوا يعني. وفي طبعا غير الفلاسفة والصوفية أيضا حتى الفقهاء والأصوليين كتبوا في أنواع الوجود والأشياء والعين، ما هو العين ومتى تتحول الحرمة من العين. يعني عندي عنب عصرتها، قعد عصير عنب حلال، قعد خمرة حرام، قعد خل حلال، هذه التحولات متاع العين. شنو الوجود علاقة يعني تحدثوا هم صح يتكلموا من ناحية الفقهية، لكن اضطروا أنهم يتحدثوا عن ماهية الشيء. ففي مباحث في الوجود حتى في أصول الفقهية فاعتنوا بها يعني. الحمد لله تراث عميق يعني، ولكن يعني قل من يعتني به وقل من يربط به الأنطولوجي الحالية، والله ببرنتانو، والله بهسرل، والله يعني. فالقصور مش بس في القانونيين، حتى في المتفلسفة إلا ما رحم ربي طبعا، في اللي زي أستاذ نجيب حتاني. نعم ميسون، ممكن تكون أسئلتي بسيطة أنا، بس هو اللي عقلي استفتى عليه. بالمناسبة الأسئلة البسيطة هي أهم أسئلة. أوكي.
لأن الكومبلكس كويشن أصلاً لازم يحلل إلى أسئلة بسيطة. ورينا شنو البساطة اللي في السؤال. سؤالي أول سؤال عندي سؤال ماذا لو اللي نطرحه فيه إحنا كفلاسفة في الألعاب الفكرية، ماذا لو القطار ذهب في السكة وين يصنف في الاستفهام الفلسفي؟ السؤال الثاني إذا كانت الحقيقة نسبية والحقيقة نسبية والمطلق غير مدرك، شو فائدة الاستمرار في الأسئلة؟ خلي نبدأ بالسؤال الأول اللي هو عن ماذا لو. تمام، هذه تسمى سيناريوز أو سيناريوهات، وهي مهمة جدا، يعني ندير سيناريوهات مختلفة وندرسها ونقارن النتائج، وأيضا حتى في السيميليشن اللي هو الآن طريقة في العلوم الطبيعية في الاقتصاد، في السيميليشن أصبح جزء مهم من المنهجيات العلم اللي هي المحاكاة. كيف عندي نظام أو ما يسمى سيستم في الخارج، ندرس السيستم نبسطه ندير موديل أو نموذج يحاكي هذا الخارج، ونبدأ نشتغل على النموذج. ماذا لو زدت الفولتج هنا شو نصير، لو نقصت الفولتج شو نصير، لو زدت الكارنت هنا شو نصير، لو نقصت، وندرس النتائج. والآن مع وجود الكمبيوتر وغزارة المعلومات ما يسمى بالبيج ديتا، نقدر نستخرج أشياء كثيرة من فموضوع الماذا لو أصبح الآن جزء مهم من المنهجية العلمية بصفة عامة. يعني الماذا لو هو عبارة عن أسئلة، لكن في الماذا لو لاحظي أن الأسئلة كأن لها تراتبية معينة، وكأنها تطلق بشكل منظم، وندرس النتائج بشكل منظم، وعلى حسب على ضوء النتائج نستنتج بعض الاستنتاجات الأخرى. فهذا جزء من منطق السؤال والجواب اللي هو تقدر نسموه منظومات التساؤل، يعني أن يكون عندك أسئلة مرتبة، وممكن تكون على شكل سيناريوهات، ممكن تكون على أشكال أخرى يعني. تمام، وهذا يجيبنا لموضوع الحقيقة والنسبية والمطلق وغير المطلق. طبعا احنا انا اشعري في العقيدة يعني، فمن كتب العقيدة عند الأشاعرة كتاب اسمه العقائد النسفية لأبو عمر النسفي، يبدأ بجملة جميلة جدا 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 تختلف او زي ما تقولي تتصادم مع معظم الفكر الغربي الحالي. تقول حقائق الأشياء ثابتة، هذه الجملة حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للسفسطائية، يعني ان في حقائق والعلم بها ممكن ومتحقق، يتحقق العلم بها، خلاف للسفسطائية اللي يقولوا ان كل شيء نسبي وما فيش حقائق مطلقة و anything goes زي ما يقول بول فايرابنت. تمام، وبعدين جاء الإمام التفتزاني كتب شرح على العقائد النسفية، في الشرح قال السفسطائية تنقسم ثلاثة أنواع، عندية وعنادية ولا أدرية، وهذا تصنيف جميل للسكبتسيزم. اوكي، شنو يقول كيف اللي يصنفهم؟ يقول العندية هذوما ناس يقولوا انا عندي الموضوع هكي وانت عندك هكي وهو عندها هكي وهي عندها هكي، اللي هي الريلاتيفيزم، هذه العندية. العنادية يقول نلقانا مشكلة كبيرة، ما فيش حاجة اسمها علم ولا يقين ولا معرفة، هذا مسكر الامور بالكامل، اللي هم تقدر تقول الاكستريم سكبتكس يعني. وبعدها النوع الثالث اللي هو اللا أدرية، يقول والله ما نعرف، ممكن هكي ممكن هكي، لكن أنا ما نعرفش، اللي هي suspension of judgment سميها هسر الإبوخي، تعليق الحكم. وبالمناسبة تعليق الحكم متكلم عليه الإمام الماتريدي في كتاب التوحيد، ومتكلم عليه ابن حزم الأندلسي في الفصل في الملل والنحل، يعني مسألة قديمة مش جديدة، يسموها تعليق الحكم وإنكار الحقائق، هذه المسألة في فأنا لا أسلم أن الحقيقة نسبية وأن المطلق غير متحققة، لا، لأن احنا بالعكس نقول أن الحقيقة ليست نسبية وأن العلم بها متحقق. تمام باهي، لكن هذا لا يعني أن نحن نقول أن احنا مغرورين وأن نحن نمتلك الحقيقة في يدينا ونحطها في جيبنا ونقهر بها العباد، ما قلناش هيك. نعم، الإنسان معرفته محدودة، في حدود، فيه limits to knowledge زي ما يقولوا. تمام، بس لاحظي حتى limits to knowledge مثلا
وهذا أعتقد كتاب ستراوسن عن إيمانويل كانت يقول الكلام هذا، يقول أنت بيش تقول إن في حدود للمعرفة كأنك تجاوزت هذه الحدود، لأن أنا لو 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 ما تجاوزتش الحد مش هنعرف إن في حد أصلاً، يعني أنا قاعد نمشي للحد من جهات بس. العبارة جميلة. أيوة. كانت كان يحاول أن يرسم دائرة. أيوة. النقطة ما كان لها أن توجد أصلاً لو أنه أحسن رسم. فلا نسلم بأن الحقيقة غير باي. كيف نديره لما نحن خلينا ننقلك شوية، نمشوا الأدمى من هوسرل ونجول للمنهجية الفينومنولوجيا، كيف نصل للأسنس حسب هوسرل، تمام؟ لأن هوسرل يقول إن أنا نعلق الأحكام وكذا، في نفس الوقت هوسرل يعتقد إن حقائق الأشياء ثابتة، إن في أسنسس وإن فعلا العلم بها متحقق زي مشايخنا، هذا إدموند هوسرل، تمام؟ وهذا منين جابها؟ ليش قريب من تفكير مشايخنا؟ لأن أستاذ فرانس برينتانو كان راهب كاثوليكي واخد من دون سكوتس، دون سكوتس واخد من روجر بيكن اللي واخد من الأشاعرة في الأندلس، يعني مش صدفة، تمام؟ فهو يقول إن حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق، تمام؟ حتى هو يقول الأسنسز هدينا، هو يقول إن اللي يمارس الفينومنولوجيا بيحاول يستوعب الأسنس، تمام؟ كيف ندير؟ فعنده حاجة جميلة جدا اسمها the method of variation، okay؟ طريقة كيف تترجمها variation؟ التنويع. طريقة التنويع. يقول إني أنا مثلا هذه الأسنس نبي نعرفها، نجيها منها نسأل الأسنس أو اللي هو الجوهر أو الماهية أو ال 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 الكينونة متاع الشيء، نسأل السؤال من جهة وناخذ إجابة تعتبر نسبية، بعدين نجي من جهة أخرى، بعدين نجي من جهة أخرى، بعدين نجي من جهة أخرى، ونقعد نستمر في الميثود أوف فاريشن قدر المستطاع، نعدد الأسئلة حواليها لغاية ما تبدأ تتبلور من خلال الأجوبة. ولكن هي كأنك ترسم في شيء من الخارج، يعني مثلا أنا نقدر نرسم مربع حكي هيك، تمام؟ ونقدر مثلا نرسم هيك ومربع، هو مش كامل لكن الذهن يكمله، فأنا ممكن عندي شوية من الحقيقة وشوية من الحقيقة وشوية من الحقيقة وشوية من الحقيقة بالميثود اوف فاريشن يلتمن على بعضها، ويبدأ عندي نوع من استكناه الجوهر متاع الشيء أو الماهية متاعت الشيء. إن الإنسان يدور حوالين الجوهر ويحاول يعرفه، وهذه مسألة طبعا مستمرة في الحياة، يعني مش إنه مثلا حيوصل لإجابات نهائية، لكن دائما يحاول. وهذه فيها حديث شريف يعني لتقريبها في السنة، المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول فسددوا وقاربوا القصد القصد تصلوا، عرفتي؟ ما قال لكش لا انت خلاص حتسقب على الشيء وتحصله، لا، لكن سدد وقارب approximation يعني قدر المستطاع بحيث انك توصل للمبتغى يعني. فالنسبية لا تعني ان نحن نيأس من الوصول للحقائق، النسبية كل اللي تعنيه ان نحن بطبيعتنا ما نقدرش نشوف كل الأشياء من جميع النواحي. أنا الآن وأنا جالس هنا ما نقدرش نشوف المبنى من برا، لكن نقدر نطلع ونمشي نبرم ونشوف المبنى من برا. ما نقدرش نشوف السقف، لكن نقدر نركب على السلوم ونشوف السقف من فوق، نقدر نجيب درون ونشوف السقف يعني. فالقدرة على الـ على الـ على الـ تعددية محاور دراسة الشيء تعطيني قدرة أعلى وأعلى على معرفة الشيء. بس معلش يعني خلينا نقول الاعتراف التقليدي على اللي أنا قلته. ها. يعني خلينا بدل ما نحكي على الحقيقة في المطلق. أوكي. نعم. خلينا نحكي على صحة النظرية العلمية. تمام. وتشيز حقيقة يعني. أنت تقول إن زي ما تقول في نظرية صحيحة بالنهاية. أوكي. والعلم بها متحقق يعني ممكن نصولها. نعم. In principle.
in principle. طبعا لاحظنا الاخر متاع انه ممكن نوصلوا لها, يعني حتى عند سكبتك وارده ممكن نوصلوا لها. كيف ممكن؟ مش كل سكبتكس, انواع معينه من اوكي والاعتراف التقليدي هو التالي. يعني انت كيف تعرف انك وصلت اصلا؟ نعم. وممكن الديستنكشن بين القانون العلمي والقانون الطبيعي هو يوضح الفكرة. انت مبلغ ما تستطيع الحصول عليه هو قانون علمي, بمعنى قانون فرضية عندك ما يكفي من الأدلة عليها لكن ما فيش يقين. بيش تعرف ان القانون العلمي هذا هو قانون طبيعي؟ هذا يمكن تعرف ليش؟ لأنك بيش تقول أنا وصلت, بوصلت وين؟ مظروف بتعرف هذا أصلاً وتقول هذا هو هذا وأنت كل اللي عندك هو هذا. نعم. واضح الفكرة؟ واضح. طبعاً هذا هو اعتراض المثالية مثلاً ايديليزم, وكون تحديداً يأكد فكرة. في هيجر لما كتب على العمل الفني استخدم المنهج بتاع مثلا بتاع المقارنه والمداخل بتاعته. نفس الشيء دريته في صفوف الصيدليه ولا في لغه ليست ملكي, يقترب من الموضوع من زوايا مختلفه وناقشه احيانا حتى تجربته الحياتيه يعني بسيطه جدا جدا. لكن السؤال اللي انت محتاج إلى أكثر من مجرد تفكير الباحث في الموضوع. تكون عندك حاجات لما تعرضها لبقية البشر يقولوا لا هذه صحيحة موجودة. أنا الإشكالية الرئيسية في موضوع الدوسري إنه هو بيعتبر أن الموضوع كله في دماغ الباحث, بيتوقف وبيعلق الحكم ويحط قدام المسألة وينظر لها. نعم. بينما أنت محتاج إلى أشياء خارج الذهن. نعم. أنا نقدر نعلق على كلام حضرتك. طبعا مسألة صحة النظرية العلمية وهل هي تصل للقانون الطبيعي زي ما تفضلت حضرتك هي مسألة المسائل في فلسفة العلوم الطبيعية, وتقدر تقول إذا كان في نتيجة وصلوا لها الآن هي أنك أنت مستحيل أنك حتعرف يعني, وأن ممكن تطلع نظريات أخرى تثبت أنك أنت كنت على خطأ يعني, وخاصة لما يصير تناقضات. يعني الآن إحدى أكبر المسائل في علم الفيزياء كيف نديره في نظرية أينشتاين العامة للنسبية, كيف نوافقه بينها وما بين نظرية الكوانتا. يعني هذه المسألة الآن قائمة أن في ديسكريبنسي, في مشكلة يعني. فأحيانا الإشكاليات, وجود الإشكاليات, وجود الحاجة لما يسمى بالأدهوك هايبوثيسس أو الفرضيات يعني الارتجالية, هذه مؤشرات أنك أنت ما وصلتش. هل عندك مؤشرات أنك وصلت؟ نعم, في مؤشرات أنك وصلت. مثلا إيان هاكينج في فلسفة العلوم الطبيعية, إيان هاكينج يقول if you can spray them they're real. يعني لو أنت if you can spray them they're real, يعني لو أنت تقدر ترشهن معناها حقيقيات. يعني لو أنت قدرت تصنع إلكترون جان وتضرب شاشة بإلكترونات معنى إلكترونات حقيقيات. لو أنت مثلا قدرت تدير سبلاتر باترن في الأكسيليريتر اللي في سويسرا هذا بتاع السب أتوميك بارتيكلز معناه مثلا نيوترينو موجود. فطبعا عليه ما أخذ في ردود على إيان هاكينج, هذه براغماتيك زي ما تقول أبروتش لي. فاللي بنقول لحضرتك المسألة مش يعني فيه مؤشرات أنك أنت مبلد, وفي مؤشرات انك انت يور كلوزر تو ذا تروث. مؤشرات كل اللي تقدر تديره انك تؤشر. يعني المؤشر انا نعتقد ان العلوم اسيمتوتيك, يعني انك انت تراجكتور لنا فيها متجهات, عرفت؟ هي فيكتورز مش تنسر, عرفت يعني. ولكن هذا لا يعني ان احنا انت ذكرت الكوانتم. ايه يعني قصه الكوانتم والاضافه جديده لدرجه ايه. يعني زمان كان كانت يقول أو حاول يعرف المعرفة بطريقة تجعل المعرفة ممكنة. وهذه هي الثورة الكوبرنيكية عنده, إنه خلى العالم هو العالم القابل لأن يعرف.
كوانتم، يعني كأنك تقول راح العالم نفسه في قدر مش سواش يحول ابتداء عنده معرفته، لأن معرفتك ببعض المتغيرات هذا هذا تفسير آه هذا ما. هذا تفسير هذا تقدر تقول تفسير معين لنظرية الكوانتم. في تفسير آخر يقول إن مثل اللي هو الكوبنهاجن انتربريتيشن يقول إن معرفتك بالشيء يوجد أصلاً، إن شهودك له شاهد ومشهود، يعني شهودك للشيء هو اللي يعطيه. يعني أنت عندك ويف فانكشن دالة للموجة وهي عبارة عن دالة احتمالات، مجرد ما أنت درت الأوبزرفيشن يسمونه الأوبزرفيشن إنك نظرت في هذا أو شاهدته تجد الإلكترون مش خلق، إحنا يعني الأشاعرة ما نقولوش خلق أو أبدع إلا البارئ عز وجل، يعني لا يعني أنت حددت كأنك حددت، فأنت حددت مثل موقع الإلكترون هذا بمشاهدتك له حسب تفسير كوبنهاجن لنظرية الكوانتا. فأنا كل اللي بنقوله أن مجرد أن المعارف محدودة، مجرد أن المدارك نسبية بمعنى أن لها متعلقات ولها زوايا ولها، هذا يجب أن لا يؤيسنا من المعرفة، عرفت؟ لأن فيه اللي يمشي من ينتقل من هذه النسبية إلى أن يقول ما فيش علم ولا في معرفة ولا في يقين ولا في، وهذه طامة طبعا، لأن تضعنا في نوع من الفوضوية القيمية والمعرفية والاجتماعية هي اللي قاعدين نشاهده فيه الآن في بعض المجتمعات. يعني نرجع للأستاذ اسم الكريم سمح. أحمد، الأستاذ أحمد، نعم، مارتن هايدغر في كتابه عن العمل الفني استخدم منهجية هوسرل، وطبعا تلميذه، ويقول ان ان هذا العمل الفني الجميل داس شونا، يعني ان هو يدير الشاينينج متاعه لك لانك انت جيت من عده جهات، فهذا صحيح لان تلميذ هوسرل ديغيدا زي ما انت قلت تلميذ هايدغر، لكن عنده خط اخر جاي من هوسرل عن طريق المدرسه الماركسيه الفرنسيه والكومنتيترز اللي عليه هيجل، فعنده خط اخر، لكن حتى هو نفس الشيء. بس بالنسبه لي الفرق بين الاثنين ان مارتن هايدغر مقابل العمل الفني في الحاضر، ففي بريزنس، فهي اونتولوجي اوف بريزنس، بينما عند غدا في عنده ديفيرمنت، هو كأنه ماشي للأفق والتجليات هذه جيه وهو ماشي، فعنده انفتاح على الزمان مش موجود في هايدغر. منين جاية من هيجل، جاية من موضوع الديالكتيك تمام، هذا الفرق بين الاثنين. بالنسبة لي ليش هوسرل متسكر ويعتقد انه هو بينه وبين الشيء، ليش؟ لأنه أصلا وقع في الخطأ متاع ديكارت، هو اصلا كتاباته الاولى هوسرل كان كارتيجن مديتيشنز، يعني الاول كتاباته في الفينومنولوجيا كان عباره عن تفسيرات لكتابات تاملات ديكارت، فهو وقع في هذا الفخ ما عاد طلع منه. لكن بعض تلاميذه خذول كوميونيتي او المجتمع او الاخرين بعين الاعتبار، ومن اهمهم المدرسه البولنديه اللي هو رومان انغاردن أهم واحد، وللأسف مهمل جدا. إحنا أقربنا واحد من الناحية الفكرية رومان إنغاردن والمدرسة هذه، ليش؟ لأن خذا بعين الاعتبار الأشياء الأخرى، مش عبارة عن إيغو كوجيتو أنا بس إيرغو سوم أنا بس زي ما يقول ديكارت، ولكن عندي معايا آخرين. وهذا يعني مدرسة هوسرل المنتجة، بس مش في الخط اللي هو معتاد اللي يدرس عادة، عند رومان إنغاردن تجد الفارق هذا، والله أعلم. أولاً أعتقد نصيحتي، يعني كان في نصائح لطلب الدراسات العليا، الماجستير ما هيش نهاية العالم، يعني ولا هي آخر ما سيكتب من قبل الباحث، ولا هي يعني الحل النهائي لمشكلة كذا ولا الحل النهائي لمشكلة كذا. يعني الماجستير عبارة عن أنك أنت تحاول أنك أنت يعني
تقارب موضوع معين، تكون عارف أبعاده، عارف الشغل اللي صار عليه في الماضي، تكون عندك بعض الأفكار المبدئية اللي منك أنت، وإن عندك القدرة على أنك تبحث وتلخص وتقارن وتستفيد من الأدبيات اللي موجودة على الموضوع. والحمد لله الآن يعني مقارنة بالماضي الأدوات أصبحت ميسرة جدا، يعني من حيث المراجع والكتب اللي ترجع لها موجودة على الإنترنت، معظمها تلقاها PDF، تلقاها معظمها يعني ميسر. حتى الكتب الأجنبية تلقاها في فورمز اللي ممكن أنت تترجمها حتى بالجوجل ترانسليت لو عندك صعوبة في اللغة. مهم جدا أنك تعرف أن البشر اشتغلوا على هذا الموضوع. يعني أول حاجة أنك أنت تبحث من اللي اشتغل على هذه المسألة، ما هي المدارس الكبرى اللي خدمت عليها الموضوع، شن هي الورقات اللي يعني عادة دائما فيه تلقى بعض الأوراق اللي هي تعتبر محورية لابد تكون تعرفها. يعني واحد يجي يقول لي أنا بنشتغل على فلسفة العلوم الطبيعية وما قراش كون وما قراش لاكاتوش وما قراش فايرابل وما قراش بابر، معناه ما نفس الشيء يعني، وهكذا يعني. ففي أشياء أساسيات واحد مفروض يعرفها، فلا بديل عن القراءة والقراءة 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 عجيبة. يعني في اللي يحاولوا يقروا مش كل، هي طبعا عادات يعني كل واحد والعادة متاعها، بس في اللي يعتقد معلش نقاطعك بهذه يعني دراية حقيقة، يعني دراية عارف بمختلف تخصصات الفلسفية، هذه ممكن تخليك أنت كطالب مهما كان تخصصك ممكن تجيه تقول له أنا هذا موضوعي، شنن المراجع الأساسية في هذا الموضوع. يعني هذه ساعتك مهما كان الشيء كان القراءة. في اللي يعتقد أن مثلا أنا بنقرأ 20 ساعة، في اللي يعتقد أن ساعة زائد ساعة زائد ساعة 20 مرة زي 20 ساعة مع بعض، ولا 10 ساعات مع بعض بعدين 10 ساعات مع بعض. أنا نعتقد أن في نوع من الإدراك والفهم ما يصيرش في الدماغ إلا لما تفوت 4-5 ساعات قراءة متواصلة مع بريكس صغيرة متى 10 دقائق ربع ساعة تأخذ قهوة أوكي، لكن ننصح بالجلسات المطولة في القراءة مش متاع اللي، لأن زي ما يقول الإمام أحمد زروق لو تحفر ذراعا في 100 مكان لا يمكن حتى تلقى مية، لكن لو تحفر 100 ذراع في مكان واحد الغالب أنك تحصل المية. فمهم التركيز في القراءة، أن يعني بديت في قراءة الورقة كملها، بديت في قراءة الكتاب حاول أنك تكمله. إذا كان عرفت الكتاب مش مفيد ما تضيعش وقتك فيه، امشي لغيره. فالقراءة مهم جدا أن تكون مكثفة. أفضل أنا بالنسبة لي شخصيا أفضل أوقات للقراءة الفجر، قبل الفجر لا بعد، لا 8-9 تحصل يعني. الشيء الآخر التلخيص، يعني وانت تقرأ ما تراجيش ان تكمل باش تلخص، يعني خذ نقاط وانت تقرأ بحيث انك انت تقدر ترجع لها. والقراءة انواع، يعني في قراءة اللي لازم تقرأها من جلدة لجلدة الكتاب. يعني مثلا لو انت رسالتك عن الإمام الغزالي عن المنقذ من الضلال المفروض تقرأها 12 مرة الكتاب، تمام. لكن لو انت بس بتمر على الغزالي مرور الكرام ممكن تتصفح تصفيح وتاخذ حد كاتب عن الغزالي، يعني يعتمد على انت شن بتدير بالضبط. اثناء الكتابة تبدا تكتشف في العوار اللي في اللي في افكارك، لان الافكار لما تكون حبيسة الذهن عادة ما تكونش محددة، وفي اشياء لا تظهر عليك الا وانت تكتب. يعني لما تكتب وتتفاجأ ان في داخلك في هذه الاشياء، في اشياء في السبكونشس ما تطلعش يعني من اللا شعور للشعور الا لما انت تكتب، كانها نوع من الثيرابي لما تكتب. يعني مرات حتى فيها نوع من العلاج حاجه اخرى. هذه يعني انا الحمد لله يعني من اعتقد من 1980 لا يمكن يخلو جيبي من مفكره، ومش بالضروره نكتب مثلا فكره كامله، لكن مثلا اول ما تخطر مثلا فكره عابره نكتبها، لان يقولوا آفة العلم عدم التقييد، يعني عدم الكتابة مشكلة. أعتقد أن واحدة من الحاجات الأساسية اللي ناقصة في أبحاثنا الأكاديمية، أنا مرة درتها في إدراج، هو تعريف البحث العلمي وقفت عليه يلخص كل شيء في ممكن في 3 جمل. يقول البحث العلمي هو أن تقول ما لم يقل الأسلاف، تأسيساً
على ما قاله أسلاف. طبعا حتشوف في ثلاث حاجات هنا، واضح في المراكمة على السابق، واضح في الأصالة وهذا العنصر الغايب، وكلمة تأسيسا على هذه هي الريفيو اوف ليتريتشر او مراجعة الأدبيات. الأصالة للأسف مفهومة عندنا، شنو هو الأصالة؟ ان حتاخذ من وحدين وحتجيب فقرة وتقول وانا ارى، وبعدين تجي وحدة اخرى وتقول وانا ارى. هذه الأصالة عند بحاثنا الليبيين، اوكي. لكن فكرة ان تكون في فكرة مركزية في البحث اصيلا، هذه الغاية. واجدر الا تغيب في الفلسفة بالذات، اوكي. عموما احنا ننهي، شكرا على تلبية الدعوة، شكرا للعارف. حقيقة انا شخصيا استفدت كثيرا، بالتأكيد انتم استفدتوا.